معانا في بوابه اخبار اليوم ونقول لك الف مبروك نجاح حفلتك النهارده. تقول ايه الجمهور الغردقه عن الحفله دي وعن الاستقبال اللي استقبلوك بيه؟ انا طبعا بعيد الكلام تاني، انا بحيي كل جمهوري اللي حضر النهارده من اخوات الصعايده لاسكندريه، من بحري للصعيد، وبحيي طبعا كل الشعوب العربيه اللي حضرت الحفله، وبقول تحيا مصر زي ما قلت لك في الاول، وبنقول ان شاء الله السياحه ترجع تاني والموضوع هيبقى احلى بكتير. ليك لقاء تاني مع جمهور الغردقه بكره في حفله المحافظه، اختيار حجازي متقال مبدئيا ان هو يبقى نجم احتفال محافظه الغردقه بالعيد القومي، تقول ايه عن ده؟ طبعا اختياري كان نابع من سياده المحافظ احمد عبد الله، هو شاف ان انا اقدر مثلا اعمل العيد القومي لمحافظه البحر الاحمر، فانا لبيت الرغبه، وهو يعني بشكره لاختياره ليا، ده شكري يعني. وايه الشو بقى والجو اللي هيعمله حجازي بكره في الحفله؟ بكره الحفله هتبقى لايف، وهيبقى الموضوع مختلف شويه عن النهارده، انت عارف شغل اللايف بيختلف عن شغل البلاي باك، فباذن الله بكره محضر مفاجات حلوه واغاني جديده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، دايما تاني السنة الجاية ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، شكرا.